حضرتك ما ندمتش على انك سبت النادي الاهلي؟ لا اكيد. بصي عشان اقول لك حاجه، القصه كلها اي واحد اي لاعب النادي الاهلي ده خيره على كل لاعيبه، على كل المدربين، خيره حتى يعني مش عايز اقول لك على كل الاصول اللي موجودين، خير النادي الاهلي عليهم. ندمت اكيد بندم، وفي لعيبه كتيره تتمنى، لان انت فعلا مجدك كله وعظمتك كله كانت في فتره النادي الاهلي. دي حقيقه 14. ولما سبت النادي الاهلي نجاحك ما كانش لا زي لا نجاح لا النادي الاهلي، مش زي النادي الاهلي عشان بس نتكلم، لا مش ده مش زي بس حققت بطولات، حققت بطولات، اخدت احسن جون في افريقيا، اخدت احسن جون في افريقيا. اللاعب النهارده ممكن يكون مع النادي الاهلي السنه دي، ممكن السنه الجايه بيلعب ضد. بس انت ما احترفتش الاحتراف الدولي مثلا العظيم، يعني انديه كبيره ولا حاجه، كانت كلها انديه عاديه. لا بص انا ما بقولكش انديه كبيره، بس أندية ممكن تكون أندية عادية، بس زي ما قلت لك أنا لعبت والحمد لله. المسائل اللي بتقول لنا مشيت، يعني لما جيت النادي الأهلي كان عندي أهداف حققتها مع النادي الأهلي، وبعد ما مشيت من النادي الأهلي برضه الناس بعد كده بتحور الكلام ده إن أنا بندم. بتقدر تدخل النادي الأهلي النهاردة؟ أنا؟ أنا لو عايز أخش النادي الأهلي فوقت أخش النادي الأهلي، أنا راجل عضو في النادي الأهلي. فكرتش عمرك ما أكذبش عليكي، أنا ما مرضيت يعني، في ناس كتير كلمتني إن أنا أروح بس أنا يعني عارفه اللي هو ايه، يعني واخد قرار جوايا ان انا بس يعني هناك مش هيرحبوا بيك قوي. لا 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 ليه، انا اتغير عليا، اتغير دلوقتي لا يقل عن 3 مجلس اداره. وضع خاص في لعيبه بييجوا على التاريخ في الانديه معينه بتاعتهم ما بيتنسوش، دي حقيقه. انت منهم الحمد لله، دي حاجه من عند ربنا. بس زي ما قلت لك لو انا عايز اروح النادي الاهلي، النادي الاهلي لما بيغضب بيغضبوا قوي، خد بالك. لا 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 على راسنا، زي ما انت فاهم احنا بنحب النادي الاهلي وخيرهم علينا. النادي يعني بصي النادي الاهلي خيره انا كحضري، النادي الاهلي خيره عليا، لان النادي الاهلي مش لعصام الحضري لوحده، النادي الاهلي ده يعتبر لكل النجوم والاساطير بتاعت النادي الاهلي. كده قلت ان انا ندمت والنهارده بتعيد الندم، واحنا بنحاول نقول لجمهور النادي الاهلي ما تسامحوش قوي، هم هيحوروا برضو الموضوع برضو يقول لك ان هم نروح بقى للفيديو التاني.